تظافرا مع الجهود التعليميه التقينا انه منظمه هابيلاند تنطلق بفعاليه هي اعمال مسرحيه هادفه تحمل رسائل تربويه تعليميه اخلاقيه صحيه لكل الفئات العمريه. طبعا هذه الفكرة تعد هي أحد أهم النقاط التي يرتكز عليها العالم الحديث في طرق وسلوكيات التعليم الحديثة للطفل، لما لها من أثر إيجابي حقيقي في داخل الطفل ونفسيته وسلوكيته. في المستقبل القريب رح نلاحظ أمور جديدة جداً بالنسبة لمسلكنا وطريقتنا التربوية الجديدة، هي القيام على انتقاء مهارات هذه المهارات من قبل الأطفال. طبعاً هذه المهارات سوف نقوم بصقلها بشكل جيد وتعليمها وتدريبها وتغذيتها في المنحى المسرحي.